أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمرتنا في المملكة العربية السعودية، انضم معنا عثمان القصري. مساء الخير عثمان. مساء الخير تركي، مساء عليك ومساء السادة المشاهدين. وسالفة الجهاز اللي قلنا عليه، وهل فعلا تم استخدامه مع نيفس؟ مرة على طول كذا مرة قوية. طبعا هو هذا جهاز، وجهاز قياس قوة العضلية، عبارة عن جهاز آلي. طبعا تعرف كل رياضي او الرياضي بعد اي اصابه يحتاج الى برامج تاهيليه، البرامج التاهيليه هذه تهدف على اعاده كفاءه اللاعب، ومن خلال كفاءه الجهاز العضلي او الهيكلي له، وبالتالي يعني يساعد على انه يرجع مره ثانيه للنشاط حقه. وش الجهاز؟ جهاز زي الاشعه الصوتيه او الترا ساوند ولا وش؟ لا هو الجهاز احنا جايبين له صور. اعطونا الصور. اكيد هم صوره الكابتن اللي حاطه. اعطونا الصور يا شباب. ايوه طبعا الفكره لو نشوف الفيديو الثاني، هو هذه هو يعني طلع لنا صوره الجهاز. الفكرة أنه يعني عشان الحاجة في أن احنا نعيد تأهيل اللاعب، مهم جدا أن احنا نفهم أنه فيه ثلاث أنواع من الانقباضات اللي ممكن تصير للعضلة، أو العضلة تحتاج إلى ثلاث أنواع من التمرين علشان تقدر أنك تقول أنك أنت أهلت العضلة بشكل كامل. أوكي. هذا يعتمد على ثلاث عوامل، اللي هي الجهد العضلي المبذول واتجاه العضلة، يعني هل العضلة تقصر ولا تطول، والطاقة اللي تطلعها العضلة، يعني كم قوة العضلة اللي تطلعها. ف يعني مثال بشكل سريع، مثلا عندنا نفس التمرين الموجود، عضلة البايسبس العضلة الأمامية، لو بثني يدي كذا أنا قاعد أقصر العضلة وقاعد أسوي مجهود معين. لو بسوي التمرين بالعكس، أتكلم على هذه العضلة، أنا قاعد أطول العضلة وبطلع مجهود معين. في نوع من أنواع التمارين اللي أنا أثبت اليد بهذا الشكل وأحاول أني أثني من غير، يعني أشد العضلة من غير أحرك أقصر العضلة أو أطولها. زين، فهذه ثلاث أنواع مختلفة تأثر على كفاءة العضلة، يعني ما يكفي أن أنا أسوي نوع عن يعني عن نوع ثاني. اللي يعني كشفت الابحاث انه تحتاج في بعض الاحيان انه انت تثبت يعني قوه العضله، يعني خلينا نقول ان العضله تطلع طاقه بمقدار 100 مثلا نيوتن، زين، او مقدار 100، لازم الطاقه هذه او القوه هذه تكون خلال المدى الحركي كامل. طيب. يعني اللاعب يحتاج يشوت مثلا، زين، لازم قوه عضلته في الشوت تبدا من ثاني الركبه الين فردها لنهايه قذف الكره، وقذف الكره خلال المدى هذا بسرعه معينه، لابد انها تكون بكفاءه معينه خلال المده هذه كامله. اللي كان يصير سابقا انه تتأهل، يعني تحسب القوه والدقه والوقت والسرعه حقت اللاعب. طيب زين، اللي كان يصير اول انه اللاعب او التاهيل يكون في تمارين معينه زي اللي تشوفها في صاله الحديد، قوي العضله الاماميه، قوي العضله الخلفيه، لما تيجي على الوظيفه المعقده اللي هي مثلا الشوت، الركض، القفز، تلقى انه العضله قاعد يعني تخون اللاعب او قاعد تصير لها اصابه. فلما تيجي تشوف يعني السبب تقيس، تلقى انه العضله فعلا قوتها ما هي بدقيقه خلال المدى الحركي. طيب، يعني اكتشف العلماء نوع معين من انواع الاجهزه، هذا النوع اللي احنا الان قاعد نطلع صوره. طبعا هو يجي من عده شركات، خلال المدى الحركي هذا ممكن انه انا اقيس قوه العضله واشوفها في انواع تمارين مختلفه، سواء كان ثني سواء كان فرد، واحسب كفاءه اللاعب من او كفاءه العضله من انقباضه كامله الى فرد كامل، الى نهايه الاداء الوظيفي. الى نهايه الاداء الوظيفي، هذا يساعدني كثير انا كاخصائي علاج طبيعي. يساعدك في ايش؟ يساعدني انه انا اعرف هل فعلا اللاعب وصل الى الحد المطلوب اللي ممكن يمارس فيه اللعبه، اللي ممكن يمارس فيه اللعبه، ويكون هذا الحد يعطي فعلا مدرب اللياقه ومدرب التمارين الاثليتيك ترينر، هذا اللي التمارين اللي يكون مع اللاعب في الملعب، يعطيه اداء كفاءة عضلية كاملة وتساعدك انه يؤدي الوظائف اللي يبغاها، سواء كان لاعب مثلا، نرجع مرة ثانية، مهاجم او حارس
أو مدافع لا يحتاج وظيفة معينة، لابد أنه أنا أهتم في عضلات اللي تخدمه في هذه. وهذا إيش علاقته بالتسريع؟ إيش علاقته في تسريع العلاج؟ أنا قبل أبغى جوابك على هذا بعد الفاصل، بروح الفاصل وأبغى أعرف إيش علاقة هذا الجهاز المهم اللي يقيس كل هال ويعطينا كل هالأرقام، إيش علاقته في مسألة التسريع بعد الفاصل؟ عثمان القصبي تحدث حول التقنية الآلية لتشافي إصابات اللاعبين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير من الحلقة، الحديث لا زال يتواصل مع الأستاذ عثمان القصبي المستشار الطبي للبرنامج. عثمان الوقت ضيق أنا عارف، بس نحاول ناخذ أكبر عدد أكبر كمية من المعلومات، والباقي نترك لك مع المتابعين على حسابك في تويتر. إيش علاقة هذا الجهاز بتسريع عملية الاستشفاء؟ طبعا شوف الميزة في هذا النوع من الأجهزة أنه أنت تقدر تعمل عزل كامل لمجموعة العضلات اللي أنت ما تبغى تقويها، وتقوي مجموعة عضلية معينة اللي أنا أبغى أستهدفها، وهذا الشيء ما تقدر تسويه في أي نوع يعني بأي طريقة أخرى. وهذه تساعد كثير الرياضيين إذا أنا أبغى عندهم إصابة في عضلة معينة وأبغى أركز عليها، طبعا بالإضافة إلى التمارين بعد كذا اللي أمرن فيها المجموعة العضلية بشكل كامل. الجهاز برضو يعطيك إمكانية أنه أنت تقارن بين مجموعة العضلات اللي موجودة في الرجل اليمين بالمقارنة نفس المجموعة العضلية في الرجل اليسار، عشان ما يكون في عضلة أقوى من واحدة. أيوه، هذا يساعد كثير في منع الإصابات في بعض اللاعبين بعد الإصابات عمليات التأهيل يقوي القدم المصابة زيادة على اللزوم، تصير أكثر من القدم الأخرى وتصير إصابة ثانية. بالضبط، وهذا يأثر كثير على كفاءة اللاعب. برضو يعني من الأشياء اللي يعني أنت تحتاجها كمعلومات وتساعدك كثير في أنك يعني تساعد اللاعب أنه يرجع مرة ثانية للي أنت تبغاه، أنه أنا لو قبل الموسم شيء يسمونه بري سيزن سكرينينج أو الفحص قبل الموسم، عادة اللاعبين يدخلون في يعني ياخذ هذا الجهاز، ياخذ قياسات عضلاتهم بشكل كامل، بحيث لو انصاب اللاعب لا سمح الله خلال الموسم اعرف انا وش كان من وين بديت، اعرف ايه وش اصلا قوه اللاعب. مثلا لاعب هذا قبل الموسم قوه فخذه 100 مثلا، انصاب حتصير قوه 50، اعرف اني انا ارجع الى 100، فاعرف انا وش ايش البيز لاين حقه، او علشان ما يكون في حمل كبير على العضله، عشان ما يكون في حمل كبير على العضله، واعرف انا اصلا كفاءته كم. وهذا يساعدني كثير، كل هذه المعلومات إذا أنا عرفتها أقدر أرجع اللاعب فترة أسرع من فترة الإصابة الأولى. كل هذا موجود بهالجهاز؟ كل هذا موجود في هذا الجهاز. هذا الجهاز متوفر في كل الأندية ولا طبعاً الفترة الأخيرة وفر نادي الهلال على ما أعتقد، وساعد يعني هذا الشيء حيساعد نادي الهلال بشكل كبير أنه يعني الإصابات والشغل اللي يعني كثرة الإصابات تكون موجودة راح يعني بإذن الله راح تكون أقل. وبشيء يعني بطريقة ثانية يعني من ناحية ثانية، تنبؤ الإصابات راح يكون بشكل أفضل، لأنه يعني خلينا نعطي مثال على الرباط الصليبي. هذا الجهاز يقدر يقيس لك مثلا قوة العضلة الفخذ الأمامية والخلفية، فإذا أنا إذا كان فيهم فرق كبير اللاعب هذا عرضة بشكل كبير أنه يجي له إصابة رباط صليبي. أوكي، ممتاز. وأنت بهالشكل ما تبغى فوسط موسم يبدأ اللاعبين إيش يعني، هذا ممكن تستخدمه كل أسبوع عشان تعرف مين من اللاعبين اللي عندك ممكن يكون عرضة أكثر من غيره للرباط الصليبي. نعم طبعا، مو كل أسبوع، كل فترة يعني معينة تكون محسوبة، لكن هذا يتنبأ لك بهذه النقطة. وهذا يعني أنا صراحة مبارك لنادي الهلال، هذه الخطوة تدل على أنه يعني في فكر في الجهاز الإداري أو الإدارة الطبية، وهذا شيء جدا يعني مهم. متوفر هذا في مراكز العلاج الطبيعي في الخاصة؟ طبعا هذا يعتبر شيء مرة متقدم، يعني أنا ما خبر موجود إلا في لما زرنا أكاديمية النادي الأهلي كان فيها يعني جهاز من نوع آخر شبيه. الهلال الآن عنده يعني واحد أحدث الأجهزة المراكز الخاصة في مدينة الأمير سلطان،
برضو يعني جزء من هذه الأجهزة. خدمات الإنسانية. خدمات الإنسانية. طيب على حساب عثمان القصري، يعطونا حساب عثمان يا شباب على تويتر يا شباب، هذا حساب عثمان، اللي عنده أي أسئلة في هالموضوع مواضيع أخرى يقدرون يتواصلون مع الأستاذ عثمان القصري المستشار الطبي للبرنامج. نذكر بأنه نادي الاتحاد أصدر بيان أكد فيه عدم صحة كل الأنباء التي تحدثت عن مفاوضات لاعبين، ومن ضمنهم اللاعب أحمد عسيري، وأنه نادي الاتحاد يركز فقط على المباراة القادمة، وأن كل هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة. أبو يوسف شكرا جزيلا لك. الله يحييك، شكرا لك. موعدنا غدا 11:30 في أمان الله.